حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي على حضور تدريبات فريقه السابق ريال مدريد الذي يستعد لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الأسباني الذي سيقام على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد المقبل. الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رحب بنجم فريقه السابق رونالدو بحرارة شديدة وتبادل معه الحديث الودي لعدة دقائق. رونالدو حظي باستقبال حافل من ريوم ريال مدريد الذين رحبوا بزميلهم السابق بالعناق الشديد وتبادل الأطراف الحديث. رونالدو التقط الصور التذكارية مع النجمين البرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالإضافة إلى نجم ريال مدريد السابق روبرتو كارلوس.